وكتشوف تلقى في السخ ديال الديمقراطيه والحريه. فبالتالي كيف ناس هذا دابا راه خرج من 6 ولا 7 وما عنديش مشكل، المهم غنسير هذا هو الاهم. لا المهم غادي يجي ماشي قصه التطوير، واخا انا نخرج خصوصا البحر الكريم واخا بقى ما عنديش مشكل، المهم يفتح الباب. لا ما يحسبش ليا دوك، لا لا دوك ما يحسبوش لينا غير حنا الامور وصافي. لما نحن كنا سواسيه كنهضروا على علم واحد. استاذ كريم انا بعدا بشخصيه انا نعبر على واحد النقطه، ان هو ذاك المريض اللي جا لواحد المؤسسه طبيه على اساس انه باش يتعالج في حاله استعجاليه باش يقول لي ان يعني تشخصوا المرض ديالنا. فاذا السيد الطبيب سبق الناس اللي هما يلا عمرهم صحيح ولا شي مرض خفيف قول لها حنايا ثلاث ساعات. الظروف اللي كتعيشها المقاوله الاعلاميه الالكترونيه على الخصوص واللي كتشكل واحد اغلب المشاكل الان اللي كتحدثوا على انتهاكات الخصوصيه، كنتحدثوا على 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 الاشاعات وعلى تضليل الاخبار الزائفه اللي خلقت واحد الاشكال ربما صارت انك تحت زعزعه الامن الاصولي ماشي غير زعزعه الامن الاجتماعي، يعني الامن بمفهومه الواسع. فالان هنا في حاجه استماع للناس. انا الاخوان كيتكلموا دابا على 10 سنوات، واش كنعرفوا لنا 10 سنوات من 2010 لحد دابا واش كانت شي صعبه الكترونيه؟ التوصيات اللي خرجت كي قال الاستاذ كريم كيتسائل ديال الاتحاد الشرقي علاش التوصيات ما تنفذتش؟ اشنو هي الاسباب اللي خلاتها ما تنفذتش؟ من الاسباب هو انه وقع تحول تحول في الاعلام المغربي من الاعلام اللي هو كلاسيكي كنعرفوه الى اعلام ديال الصحافه الالكترونيه. بمعنى احنا امام واحد ميلاد جديد تاع الرئيس. انتم ستشكلون يعني هذه اللبنه الاساسيه ديالهم خلال هذه الندوه ديال 2022، لان امام واحد المنعطف خطير. حنا الاولى تكلمنا على تعديل القانون، حنا الاولى جينا لهذه المؤسسه فريق بفريق وعطينا المقترحات ديالنا، وعندنا دابا عندنا قانون ديال 1771 هنا في المؤسسه فيه مجموعه من الحوايج، والاخطر من ذلك فيه واحد النقطه اساسيه اشنو هي؟ هي واحد الحكومه اللي كانت سابقه اللي عندها مرجعيه اسلاميه حاولت تدرج ما يسمى بالاشاده والارهاب في القانون بالغرامه. هذه لا المواثيق الدوليه ولا المؤسسات ديال حريه الصحافه في العالم ولا حتى الدساتير تقر على ان يكون الاشاده بالارهاب يدخل بالغرامه. على اي فالنقطه اللي كنشيروا لها اساسا هو المجلس الوطني وكذلك الدعم العمومي اللي غادي نحاول نعطي فيه بعض المقترحات ونشخص. أعطوه كتابة. بالنسبة للمجلس الوطني، المجلس الوطني كنطلب من الجنود يدير لجنة، يدير لجنة ما تصنتش لينا كاع ما تصنتش حتى شي فريق ولا حتى شي هيئة، يدير لجنة وحدو على المجالس اللي كاينة في العالم كلها ما فيهاش انتخابات، أغلبها ما نقولوش كلها، أغلب ديال ما فيهاش انتخابات. فيها ناس كيتم انتداب ديالهم ومؤسسات اللي كتكون بعيدة على أصحاب المقاولات في الأغلب، كاين اللي يدير المقاولات في الأغلب كاين بعاد ما كانش المقاولات مخلي في الصحافة كلهم صحفيين، وحنا ندعو كذلك إلى إنشاء اتحاد ديال المقاولات الإعلامية بالمغرب على غرار اتحاد المقاولات المغرب المتعارف عليه، تكون خاصة هاد الناشرين يدخلوا له هو صحفي ممكن ماشي يدخل للمجلس الوطني كصحفي، هنا غنتهناو ديك هذا الصعود على 7 هذا الصعود على 8 هذا الصعود كلنا ندخلوا كصحفيين، والهم الواحد كان هو الحرية الصحافة وأخلاقية المهنة وكذلك التقطيع والتكوين، كلنا غنكونوا جزء واحد ديك الساعة. من الحد الآن راه ما يمكنش دابا السلطة ديال البلد وسلطة الإعلام راه تقدر تشكل تطرح الأستاذ واحد الكلمة قال لي أن في المجلس دابا الآن أستاذ مفتاح قال لك في المجلس كاين دابا اللي غيقدر يكون صاحبي وينوض يحكم على مدير النشر ديالو اللي معاه في المؤسسة، يعني كنشوف معايا. ولكن أنا كنقول ليه وكيل مدير النشر اللي في المؤلف في المجلس الوطني اللي غادي يستعمل حتى هو القوة ديالها وهذا ضياع الحق ديال ذاك الصحفي، لأن عنده هو واحد الموقع حتى هو في المجلس. إذا خاص بعدو تيخلقوا واحد التنظيم آخر ديال اتحاد ديال المقاولات الاعلاميه بالمغرب ونخليو مجلس خاص للصحفيين والصحفيات، وانا ما نجيب الدعم العمومي. الدعم العمومي كنشوف في اطار التوجه ديال صيغ الشعب اللي هو بكل صراحه انه يكون دعم مرتبط بالاستثمار. مؤسسه كبيره صغيره متوسطه من حقها انها
تدخلش تجيب مع لا تبقى عزيزي انت كيف بصوص راك الاولى راك تكلم جوج مؤسسات عندهم نفس الهدف مؤسسات مقاولة كبرى عبروا على نفس الهم كان فرق كل وحدة ونعطيو الخديجة هما صغرى متوسطة باش نعرفوا المعاناة فأنا اللي كنت هنا صغرى حنا اللي عارفين مشاكلنا المتوسطة هي اللي عارفة مشاكلها حنا اللي خصكم تسندوا لينا حنا اللي قدامنا كاع الإعلام الإلكتروني في هذه المصائب اللي كنتكلموا عليها كيف تسميات مقاولة فيها واحد و 250 مقاولة اللي فيهم 4 الفوق عندنا حنا بمعنى خاص الاجتماع اللي انا باش نحلوا هذه الاشكاليه ديال الاعلام الالكتروني المغربي. اذا فانا مع الطرح ديال التاجيل ديال الانتخابات وانا ما كرهتش التاجيل غير السبت اجل تسكر تاع عام حتى نخرجوا بواحد القانون يعني الى مجلس الوطني راه هو الامر الاطار العام نخرجوا بقانون كيناسبنا ولا تتابع انا نزيد نقطه اخرى هو دابا المجلات العلميه والسن الان مساك الاطباء وكيمشيو قضاه كيمشيو باغي ياخذ باغي يدير مجله باغي تصريح كيقول في جيب بطاقه نهائيه الصحافه هل يعقل هل يعقل في جيب بطاقه نهائيه الصحافه هذه مجله علميه خسر 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 ما تدخلش في اطار التركيز ديال الصحافه واكثر في بعض الفتره باش نكون صعيبه ولا سمينا كنروح حنا واشوف